أنا في أحد شهور رمضان أفطرت متعمدا ليس لي عذر، وإنما كنت متهاونا في بعض أمور الدين، والآن تبت ولله الحمد والله يقبل مني توبتي، فهل أقضي هذا اليوم الذي أفطرته؟ نعم، يجب عليك قضاء اليوم الذي أفطرته، وإن كان من رمضان قديم فيجب عليك مع القضاء أن تطعم مسكينا كفارة عن التأخير. أما إن كان من رمضان القريب فليس عليك إلا القضاء. نعم.